أنا كطالب أحتاج الوصول إلى الصف الإلكتروني اللي تم الانضمام إليه أو الصفوف الإلكترونية اللي تم دعوتي إليها. في كل واجهة تخص الجوجل أكو هذه المربع أو مربع النقاط، هذا اللي يخص الجوجل أبليكيشن. عندنا تطبيق اسمه جوجل كلاس روم. هذا الجوجل كلاس روم يا أما توصل له عن طريق المتصفح من هذا المكان، أو إذا أنت كنت تستخدم الموبايل راح تقدر توصل له من جوجل بلاي، نصبه كتطبيق. هسه أني الكورسز اللي فتحتها لقيت بيها عندي صفين، صف تجريبي واحد وصف تجريبي اثنين. هذين الصفين تمت دعوتي إلهن من قبل هذا الأستاذ، وبعدني ما انضميت لهذين الصفين. ليش؟ لأنه أني لقيت عندي مربع أو مفتاح الجوين أو انضمام. هاي الدعوة اجتني عن طريق الإيميل من الأستاذ. شلون أني أنضم لهذا الصف؟ طريقة الانضمام، يا إما أني أدخل للكورس أو أدخل للكلاس روم، وراح أجي هنا على الصف اللي أريد أنضم إليه، أضغط على انضمام أو جوين. والطريقة الأخرى هي إنه أني راح ألقى الدعوة الخاصة بهذا الصف، ألقاها بالإنبوكس الخاص بالإيميل مالتي، أفتحها وأضغط على جوين أو انضمام. فهسه احنا الصف التجريبي الأول راح ندخل عليه وننضم له من الجيميل. مجرد انطيته جوين، دخلت بالصف التجريبي الأول، وأنا صرت هسه عضو بهذا الصف وقبلت الدعوة. الطريقة الثانية خلينا نجربها مع الصف الآخر، إنه أنا من داخل الكلاس روم، صار هسه تشوفون هنا صف تجريبي بعد ما عندي جوين. ليش؟ لأنه أنا صرت منضم تلقائيا. يعني الطريقة الثانية هي إنه أنا أنضم من داخل الكلاسز، من داخل الصفوف اللي أنا دخلت عليها عن طريق الجوجل أبليكيشن وكلاس روم. نضغط على جوين، راح انضم واصير عضو بالصف التجريبي الثاني. اريد انبه عن مشكلة غالبا تواجه الطلاب، وهي من يجي يريد ينضم لهذا الصف راح ما يلقى عنده صلاحية انه ينضم، او يتم منعه انه ينضم لهذا الصف، رغم انه هو تم دعوته بشكل صحيح من قبل الاستاذ، او هو كان عضو بهذا الصف. المشكلة هي بالايميل، انه بعض الطلاب يكون عندهم اكثر من ايميل موجود على الموبايل او على الكمبيوتر، فتلقائيا راح من يحاول يدخل على الصف الالكتروني راح يسوي ساين ان على الايميل الاخر اللي هو ما عنده صلاحية يدخل بها لهذا الصف. فدائما لازم نتأكد من هذا المكان، انه اني داخله بالحساب الرسمي الي. فاذا كان هذا مو هو الحساب الرسمي، راح القى كل الحسابات اللي داخله بالحاسبة عندي او بالموبايل في هذا المكان، فاحول على الحساب الرسمي. فيما يخص لغة الواجهة بالنسبة للبريد الإلكتروني والصفوف، إذا يحب الطالب يغير اللغة ممكن يغيرها عن طريق Manage your account your Google account، ويروح على Data and عندي خيار Language. ممكن انه اني اضيف لغة اخرى، فاضيف اللغة العربية. سوينا سيرش العربية، اختار العراق، سيلكت. هسه اللغة الديفولت هي الانجليزية. نضغط على هذا السهم حتى نصعد اللغة العربية هي اللغة الديفولت، وبهذا تحولت عندي اللغة إلى العربية. فهسه نجي إذا نسوي ريفرش هنا لهذا الصف، راح يصير عندي الواجهة بالعربي. الصف التجريبي الثاني مثلا
شنو اللي يخص الطالب به؟ ساحة المشاركات. ساحة المشاركات أي مشاركة، أي بوست، أي إعلان من الأستاذ راح ينزل في ساحة المشاركات. يعني ممكن الأستاذ مثلا ينزل لكم فد إعلان، فد توجيه معين، راح يجي شنو بساحة المشاركات. هسه أنا راح أنزل هنا من الأستاذ، ننزل إعلان، راح يشوف شو راح يطلع لدى الطالب في واجهة الأستاذ. الأستاذ كأنه ما راح يضيف بوست معين أو إعلان معين في ساحة المشاركات، يشوف شلون يطلع للطالب. طيب بوست، لما نروح هسه الى واجهتي كطالب راح ألقي هنا الاعلان او البوست اللي نزله الاستاذ. السلام عليكم، اهلا بكم في الصف الالكتروني، هذا نازل من الاستاذ. بالامكان اني كطالب انه اني اعلق على هذا البوست. التبويب الآخر اللي بالصف هو الواجب الدراسي. الواجب الدراسي هنا أي واجب يطرح من قبل الأستاذ، امتحان، استمارة، مادة ينزلها الأستاذ، راح تجي هنا، راح تكون بصفحة الواجب الدراسي. فإذا أجي على الواجب الدراسي راح ألقى كل الواجبات اللي ينزلها الأستاذ. مثلا عندي أني ألقى استمارة هنا، ممكن الأستاذ ينزل استمارة، استمارة حضور، استمارة استبيان، أي شيء يحتاج إلى إجابة أروح عليه من الواجب الدراسي وأضغط على استمارة. مثلا فتحت هاي الاستمارة، استمارة افتراضية، ممكن إنه أني أكتب بها اسمي، ممكن أجاوب على السؤال الثاني مثلا أي مرحلة، المرحلة الأولى يتم الإجابة عنها وتثبيت الإجابة بإرسال أو سبميت. هاي طريقة التعامل مع الاستمارة. الواجب الآخر اللي ألقاه بالصف مالتي اللي منزل الأستاذ المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى إذا أجي أفتحها ألقى الأستاذ منزل لي ملف PDF، فأني أوصل لهذا الملف أفتحه، ممكن إنه أني أسوي العملية داونلود وأنزله عندي على الحاسب. ممكن الأستاذ يسوي لي امتحان. كل هذه الأمور راح ألقاها بالواجب الدراسي، وكلها راح تجيني بها إشعارات على إيميلي. اي شيء ينزل بالصف راح تجيني به اشعارات، وهذا طبعا يكون لو احنا مفعلين الاشعارات بطريقه الضبط، ضبط الاشعارات. التبويب الثالث الاشخاص يحتوي لي على قائمه باسماء المعلمون بالصف وقائمه باسماء الطلاب. بما انه انا الوحيد هنا بالصف، عندي فقط معلم، فمعلم واحد وما عندي لستة بأسماء الطلاب الآخرين اللي وياي بالصف، فراح نلقاها فارغة. بهذا الجانب عندي بجانب اسم الصف عندي هذه الخطوط، لما أفتحها أجي ألقى الصفوف. خيار الصفوف هذا راح يعرض لي كل الصفوف اللي أني منضمة إلها أو مدعوة إلها كطالب. عندي هنا التقويم، عندي هنا الصفوف اللي اريد اختارها، لست بي الصفوف نفس الفوق الصفوف اللي فوق، لكن هنا انا مسويها كليست. اختار الصف اللي انا اريده راح يدخلني عليه مباشرة. عندي المهم اللي هو الاعدادات او السيتنجز، منها انا اضبط اعدادات الصف مالتي.
أهم شيء بالإعدادات هو الإشعارات، فلازم تكون مفعلة إشعارات البريد الإلكتروني حتى أي شيء يجي من الصف للبريد الإلكتروني راح يعلن عنه بإشعار، وهنا إشعارات الصف أيضا، هنا إشعارات مخصصة لكل صف ممكن منضمة أني إلى، ممكن إنه أني أفعل أو ألغي تفعيل الإشعارات مالته عن طريق هاي المنزلقة. هنا عندي فيما يخص التعليقات ممكن إنه أني أفعل وأخفي بعض الإشعارات أو الإمكانيات. عندي الصفوف اللي سجلت بيها ممكن إنه أني أفعل بيها أو أوقف تفعيل بعض الميزات. هذه كل الأمور الأساسية اللي تخص البريد الإلكتروني وتخص الصف الدراسي.